السحريه اللي ممكن تخليكي شاب العمر. في ثلاث اجراءات بسيطه وسهله جدا، اسهل حتى الناس ما تتوقع، بتخليكي شاب معظم لفتره طويله لحتى الستينات والسبعينات، العمر طويل للجميع. اول شيء بنعمل شيء اسمه التكنيك اسمه البوني تيل ليفت، نحقن بوتوكس بطريقه تخفف التجاعيد، تخلي الحركه العضليه موجوده لكن تخفف التجاعيد، وبنفس الوقت كيف لما بتعملي بوني تيل ترفع شعرك الاعلى بتضل فتحه العين مسحوبه الاعلى، فبالتالي لما فايق الصبح ولا بالليل بضل وشك مرفوع نحو الاسفل. هذا اجراء بسيط وسهل كل ستة اشهر ممكن نسويه. الاجراء الثاني بنسويه هذه بدون جراحه، بدون جراحه، تكنيك خاص اسمه بوني تيل تكنيك، بيرفع الحواجب وبخفف التجاعيد في المنطقه وبيرخي العضلات. حلو. التكنيك الثاني اسمه 5 بوينت فيس ليفت، حتى الرجل يقدر يعملها. طبعا الرجال والنساء مش في العمر، بس انت خلي في مغز، خلي بالك علي، خلي بالك المواضيع. 5 بوينت فيس ليفت تكنيك بنحكم فيه فيلر ومواد ثانيه بطريقه معينه، الهدف منه ما نزيد حجم الوجه، الهدف منه نرفع نزيد الدعامات الموجوده في الوجه حيث انه يرتفع الوجه نحو الاعلى. ايوه 5 بوينت فيس ليفت. الشغلة الثالثة والمهمة اسمها V lines، نحافظ على منطقة V lines اللي هي هالمنطقة V، طبعا مش هلا نحن نحكي عن الصبايا مش الشباب، V lines منطقة V هنا ومنطقة V في منطقة الرقبة. كيف نحافظ عليها؟ في مواد سليمة طبعا وآمنة تحفز الكولاجين وبتجيب الموية للمنطقة هي فبتشد منطقة الرقبة. ولازم نحافظ على المنطقة هي برضو من الترهل، فبنحقن بطريقة اسمها V line نحافظ على منطقة V line. ثلاث إجراءات بسيطة سهلة جدا ممكن أي سيدة تعملهم وما بتكلفوك إلا 10 دقائق في عند طبيب التجميل، وبتحافظ على الشباب لمدة طول عمرك.